صورة الشيخ جاسم اللي احنا عايزين نصفره. فضل ايه ده يا باشا؟ ده مسدس. ما المطوة هنصفره بيها روح امك. ودي ورقة فيها كل تحركات، بياكل فين، بيشرب فين، الحتت اللي يحب يقعد فيها، ودي جردات بتسيبه امتى، كل حاجة. عارف يا ابراهيم، الامتحان ده امتحان صعب، لو عديته تشوف عز عمرك ما شفته. بص يا باشا، انا طول عمري بكره الامتحانات دي كره العمل، بس نجرب، مش خسرانين حاجه. بص يا ابراهيم، اي لعبه فيها كسبان وخسران، والراجل ده لو ما ماتش او اي حد في الدنيا عارف ان انا ورا الموضوع ده، انت اللي هتبقى خسران. عارف خسران ايه؟ رقبتك. سمعنا كده احنا. اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. يلا شوف وشك على خير. لا لا لا، استنى يا استاذ، انت بتقتلني ليش؟ ومين اللي بعثك؟ وكم عطاك؟ انا مستعد اتنازلك عن كل ثروتي، بس خلني اعيش. الله يخليك. كل ثروة ايه يا عم؟ الافلام القديمه كل انت هتتنازل لي عن كل ثروة؟ انت شايف نهبل ولا داقي عصافير؟ ده انا اول ما اسيبك هتخلع. لا لا، انا من ايدك هذه لايدك هذه، صدقني انا تحت امرك باللي تطلبه. انا مستعد احقق لك كل احلامك، بس الله يخليك شيل البتاعه دي. تعرف انا نفسي في ايه؟ امرني. في ازازه كبيره ساعه. بس ده 100 صندوق ازازه كبيره تجي لك دلوقتي. ماشي يا عم. أنا قايل المصريين ما شاء الله أجدع ناس وأحسن ناس في الدنيا. طب مصري يا عم، أم الدنيا. أنت عارف سموه أم الدنيا ليه؟ لا والله ما أعرف. وحياتك ولا أنا. يلا اطلع بينا. حاضر. اطلع يا شيخ العرب. حاضر حاضر. يلا حاضر، تحت أمرك. إيه العربية السهلة؟ يا نجوان، إحنا وضعنا دلوقتي مش زي الأول، إحنا عندنا فلوس كتير والعين علينا، وبعدين البوديجاردات دول إيمج، وأنا داخل على مشروع كبير لازم يبقى موجود الإيمج ده. مشروع ايه؟ يعني معقول يا باشا تشيلوا بنفسكوا وكبدكي في اليونان؟ لا ده كده ما ينفعش حبيبي يا باشا. يخرب بيتك يا كبداكي، انت عرفت منين يا ان احنا هنا؟ انا بحس بيك يا باشا، اول ما بحس ان انت عاوز كبداكي قلبي بيدق كده واظهر لك من اي حته. ماشي يا كبداكي. حبيبي يا باشا، انا رحت للراجل اللي انت بعتني ليه، لقيته طالع على المطار ومسافر. شوف بقى لو عايز اسافر وراه او تديني اختبار تاني اللي انت عاوزه، بس انا شغال معاك يعني شغال. هتشتغل ايه بقى؟ اي حاجه يا باشا، شوف اللي انت عاوزه، انا بعرف اطبخ، بعرف اسوق. طيب. يعني طيب، اللي طيب، انت عاوزه. طيب طيب، خلاص خلاص خلاص، هتشتغل معايا بجد يا باشا. والنعمه. حبيبي حبيبي يا باشا. بس يا بس هتشغلني ايه؟ هقول لك، شغلك معايا سواق بجد. يا باشا انا عايزك تطمن، انت طول ما انت معاك كبداكي انا عايزك تطمن على الاخر. لا مطمن حبيبي يا باشا. دمي يا. يلا بينا. اوعى وسع يا. أنا زهقت. معلش زمان على وصول دلوقتي. وصول إيه بس؟ حاسة إني متقمطة في الهدوم اللي أنا قاعدة فيها دي. متقمطة؟ الشرب بتاخدي عصير؟ لا شكرا، مش قادرة أوطي. دخل أهو. الشيخ دخل عليه قطر البعيد. اهدي اهدي. مساء الخير. أهلا أهلا أهلا. مساء الخير.
فنون. ده احنا لو كنا متفقين على ميعاد ما كناش هنتقابل كده. ايه الفرصه صحيح. السعيده دي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. ازيك يا عماد؟ الحمد لله كله جميل. لا لا انا متشكر جدا، انا مش كل مره هزعجكم فيها بقى. وبعدين انا هقعد على البار عشان خاطر لو كانت ديما هانم عايزه تقابلني كلمتني في التليفون ما معاها نمرتي. كانت مشغوله كتير. لا 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 يا ريت اتفضل معانا، بالعكس ده انا عايزك في موضوع ضروري. اتفضل اتفضل. خير اتفضل. ده انا لسه كنت بقنع الهانم دلوقتي على موضوع الاستثمارات في مصر، وبحاول اقنعها بكده، خاصه ان المجال دلوقتي هناك بقى مفتوح غير خالص اللي بيصوروه الاعلام الاوروبي، انت فاهم. لا هو فعلا هو استاذ عماد عنده حق، لان يعني فعلا دلوقتي بقى في مجالات في مصر كتيره جدا ممكن تستثمري فيها ما كانش ينفع تستثمري قبل كده فيها خالص، خاصه المجالين المعروفين سواء العقارات او السياحه، والمكسب فيهم كبير قوي، يعني الموضوع بيبقى لطيف. استاذ نجدي يا واحد اتفضل، هات السجاير بسرعه. يلا أنا مع حضرتك طبعاً، بس أنا مختلف شوية بس في وجهة النظر، لأنه السياحة والعقارات دلوقتي ما بقتش هي المجالات اللي ممكن تستثمري فيها في مصر إلا بقى لو عايزة تخسري فلوسك. في حدا يحب يخسر يا مروان بي؟ لا طبعاً ما فيش حد بيحب يخسر، ولذلك لو الواحد حابب يحط فلوسه فعلاً في حاجة زي كده لازم بعمل لها دراسة كويسة جداً. السجاير يا باشا. ماشي شكراً. تمر بأي حاجة؟ لا شكراً. فزي ما بقول لحضراتكم كده انه صلاة النبي احسن كوريا. انا سوري مو من كوريا. مين ياما؟ في ايه يا ابراهيم؟ في ايه؟ في ايه ياما؟ دي ايه في ايه؟ ايه اللي جرالك؟ انت متقل شويه ولا ايه؟ معلش يا باشا بس اصل افتكرتها كوريا، اصلها شبه الكوريين. يلا بتفضل روح استناني في العربيه. يلا ماشي. صدقوني مش مقصود ابدا، وبعدين حضرتك قلتي هتروحي مصر فهتشوفي من الاشكال دي كتير. انا اسف يا زعمات. حصل خير حصل خير. ايه ده انت لسه واقف؟ اتفضل روح على العربيه. مؤاخذه يا باشا. طب بعد اذنك بس يا باشا ايه، هستاذن ساعه كده لحسن ضربت واحد شاورما وقلب القولون عندك. طب يلا 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 روح روح يلا. انا بعتذر جدا للمره الثانيه على اللي بيحصل ده، بس صدقوني مش مقصود. فنرجع نكمل كلامنا بقى بالنسبة للاستثمار. ما ظنش ان السياحة والعقارات هم دول افضل مجالين ممكن نستثمر فيهم. سجارة والزعمات صلوا بقى على اللي هيشفع فيكم. المصلحة دي بتاعتي ها، وفلوس مروان دي كلها كأنها مكتوبة باسمي في البنك الاهلي، وانا من صغري اللي ينط على لعبتي انط على رقبة ام. يو انت هتاكلهم بالصوت ولا ايه؟ الليلة دي مش ليلتك يا كبداكي. وبعدين تعالى هنا، فلوس اللي انت كابشها في عبك دي، ده انت حيلا سواق البيت، سيب الدكتور والاستاذ يشوفوا شغلهم، عايزين نرجع البت، عايزين نطلعها من السجن، البت غلبانه مربيه في مصر. وبعدين بقول لك ايه، انا مش جاي هنا اتخانق معاك على لقمه عشان اكلها منك، انا جاي ارجع الرغيف كله لصاحبته. بص يا ابراهيم، انا هقول لك كلمتين كده بالعقل علشان مصلحتك. لو انت فاكر بطريقتك دي وبحركاتك هتعرف تضحك على مروان تبقى غلطان. يا عم تنيل بقميصك ده، انا مش هعرف اضحك على مروان؟ يعني انت لما تلبس كوريا فستان مفتوح هتوقعه على اسنانه؟ زي ما كوريا قالت لك بالظبط يا ابراهيم، لا احنا جايين نسرق ولا جايين ننصب، احنا جايين نرجع الفلوس لصاحبتها. والنبي يا عم الحاج انت بالذات تسكت خالص، ده انت بالذات مروان معلم عليك مرتين قبل كده، مره لما قلب فلوس الست المحبوسه ومره تانية لما قلب منك خطيبتك، فما تجيش بقى في اليونان تعمل لي احمد السقا. ابراهيم انت انسان مش محترم. يا عم اسكت بقى وخلي ليلتك ام نجوم بدل ما غيم لك وعتم لك ابوها. استنى بس يا نادر نسمع الراجل بيقول ايه. بس اسكتي انت كمان، بقول لكم ايه من الاخر كده، المصلحه دي بتاعتي ها، ولو شفت كوريا مع مروان تاني انا هكب جزع المصلحه وتولع بينا كلنا. يو هو في ايه يا ابراهيم؟ نعم. هو انت ناسي ما كنا في مصر وكنت عمال اتخانق معاك عشان تبعد عن الواد طعن والعيال اللي معلم ماشيين في الشمال؟ هو انت جاي كمان هنا تمشي لي في الشمال؟ انت ايه ما بتحرمش؟ حرام عليك يا ابراهيم، عايزين نرجع البنت جول اللي مرميه في السجن دي. حرمت عليك يا عشت، حرمت عليك يا عشت، انت لابسالي فستان مفتوح ومشالي مع رجاله ببدل وجاي تتكلمي؟ بس احنا بقى كوريا لينا بلد تلمنا. والله بقى انت مالكش حكم عليا. اه مش انت كنت شايفني في مصر ناقصني دقن وشنب؟ خلاص يبقى انا حره بقى بكيفي بشوق اعمل اللي انا عايزاه. الجزمه في اليونان. لا والمصحف في الجزمه في اليونان. ده احنا في غربه يا ابراهيم. ماشي انا همشي، بس بقول لك يا دكتور انت عارف خطيبتك فين دلوقتي؟ في المستشفى بتسقط عيل ابن حرام من مروان. انت بجد بقى يا لهوي بجد بقى ده مجنون ولا ايه؟ ما هي مش بالبدل، لا مؤاخذه مش بالبدل، عارف لو بالبدل كان زمان مندوبين المبيعات ماسكين العالم. انت اتعلمت السواقه فين يا كبداكي؟ ياه ده حوار يا باشا. كمل على طول كمل. واحنا مش هنروح على البيت ولا ايه؟ لا 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 اطلع المطلع.
واحكي. مفيش يا باشا، واحنا صغيرين كان في واحد صاحبي ابوه كان عنده تاكسي، كنا دايما نعلق التاكسي من ابوه ونطلع نشقط بين السواقين. شاي يا ابراهيم. واتعلمت بقى تخش يمين؟ ايه يا باشا لا مؤاخذه، اتعلمت تلف الدركسيون وتخش يمين؟ اه يا باشا، يمين وشمال. طب خش يمين. خش ماشي يا باشا. ابراهيم ده نمره. خش شمال يلا. تمام يا باشا. دوس فرامل وركن على جنب. لا يا ابراهيم ما تعملش كده، ده هيموتنا. يلا حبيبي انزلوا. حرام عليك يا مروان، والله احنا ما عملنا حاجه، وبعدين انا كنت هحكي لك على كل اللي ناوي يعمله. والله العظيم صدقني يا مروان عشان خاطري. طيب انزلوا انزلوا بهدوء كده. يلا يلا. طب عشان خاطري والله العظيم ما عملنا. يلا طيب ماشي. طبعا انا بعتذر لك جدا عن سوء التفاهم اللي حصل ده، صدقيني ما كانش مقصود، بس انا كنت عايز اشوفك واكلمك وما قدرتش امسك نفسي ابدا لما عرفت ان انت ساكنه معايا في نفس الاوتيل. حصل خير؟ اهلي بالشام متشددين مثل ما بنسمع عن الصعايده عندكم بمصر، وانا متربي على هيك ما بيجوز اغيره.